اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل فرحها وروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش من ما فيه، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش، أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم الصورة اللي انت بعتها لي دي يا باهت. انا مش فاهم حاجة. ولا احنا كمان فاهمين اي حاجة. احنا صحينا الصبح لقينا العروسة اللي انا بعتلك صورتها دي متعلقة على مجمع التحرير وكان مصلحة حكومية كمان. وعلى ثلاث اشارات في مصر الجديدة. غريب. غريب ان الالعاب دي رجعت تاني. دي مش مجرد العاب يا عمر. هي في الحقيقة لعبة واحدة ما فيش غيرها. لعبة الملسم. يرسم جرافيتي، يعلق عروسة، او حتى ممكن يفجر حاجة كمان. يعني دايماً مجهول. بس الناس دي مش هتفضل مجهولة على طول. الموضوع ده أكيد وراه حاجة. مجرد ظهور الحاجات في الوقت ده خطر جداً، خصوصاً بعد ما هاشم فاق. وكل ما هيفوقوا بالضربة هيلاقوا الضربة التانية نازلة على دماغهم وهم غفلون. اه بس خلي بالك لسه مش عارفين مين ورا القصة دي. أياً كان هيزوقوا خلاص. بس انا يتهيألي الحكايه دي وراها موضوع كبير قوي. يمكن. قولي صحيح، الجماعه كلموك؟ ايوه الحاجه كلمتني.
وقالت ان هم جايين بكره بالمشيئه. يجوا بالسلامه ان شاء الله. يا ريت يا ريت. وحشتك ها؟ قوي. الله المستعان. الله المستعان. الحاجات دي حصلت كتير قبل كده. غالبا هيطلعوا شويه شباب بيعبروا عن رايهم. رغم سخافة الطريقة طبعا، لكن مفيش حاجة تستدعي القلق. المهم ان الرئيس ما يعرفش أي حاجة دلوقتي. مع السلامة. فيه. مش قادرة. ما قلقش، أعتقد إن واحد من أسباب وجودي هنا إنك ما تقلقيش. أنا آسف إني بتكلم كده من غير رسميات، بس برضه ما خدتش لسه على الموضوع. إيه ده؟ أنت مكسوف يا عمر؟ أول مرة من ساعة ما عرفتك أشوفك وأنت مكسوف. أصل الظروف اتغيرت والمواقع اختلفت وكل حاجة لازم تبقى بحساب. أنت عارف يا عمر، أنا عمري ما كان بيني وبينك أي حساسيات أو الحاجات المهرجة ديت. أنا بثق فيك جدا، وأنت وبهجة أقرب الناس ليا. عايزاك تنسى كل اللي حصل زمان. أنا عارفة إن أنت أكتر واحد بتفهمني. يا ريت ما نتكلمش في أي حاجة حصلت زمان. عمر، أنا بجد محتاجاك جنبي. عايزاك تساعدني وأنا كمان هساعدك. أنت خلاص ابتديت تحط رجلك على أول الطريق الصح اللي كنت لازم تمشي فيه من بدري. وزي ما قلت لك زمان، وجودنا جنب بعض هيساعدنا كتير. وبكره ايام هتثبت لك كلامي. يا رب ما خيبش املك. انا واثقه ان انت عمرك ما هتخيب املي. ما كنتش طلبت منك انك تشتغل معايا. مش لسه قايله عشان انت ثقه فيا؟ انا مش محتاجه بس اهل الثقه، محتاجه كمان اهل كفاءه. طب استاذنك دلوقتي عشان عندي حاجات لازم اظبطها. ما هو الواحد بقى عنده مسؤوليات دلوقتي. اتفضل. بلاستي. هتفضلي متضايقة كده كتير؟ في حاجة مضايقاك في الشغل؟ لا خالص، الموضوع ملوش علاقة بالشغل يا ماجد. أمال له علاقة بإيه يا منة؟ حاسة إن كل حاجة بقت متلخبطة. إزاي؟ لا هي مش بقت، هي متلخبطة بقالها فترة كبيرة أوي. بس أنا أول مرة أوصل للمرحلة دي. حاسة إن أنا مش عارفة أفكر. حاسة إن أنا كبرت فجأة، بقيت مسؤولة عن ماما وعن رامي. تخيل، حتى بابا اللي مسؤول عن البلد دي كلها حاسة إن أنا المسؤول عنه. بس مش سيادة الريس خف الحمد لله وبقى كويس؟ مفروض
المفروض بس انا مش متاكده. تخيل لما ابقى بنته ولازم اخد الاذن عشان اروح ازوره. المفروض ان ابويا يبقى رئيس جمهوريه يعني يبقى مبسوطه وكل حاجه تبقى كويسه، لكن بالعكس من ساعه ما بقى رئيس جمهوريه وكل حاجه بقت سودة. مش قادره اتخيل ان هو في القصر وانا هنا مش عارفه اطمن عليه ولا حتى عارفه اوصله. حاسه ان انا مش قادره اتحمل، حاسه ان الحمل تقيل عليا بجد وانا مش قادره عليه. علشان لوحدك، علشان لوحدك يا منى، عايشه لوحدك لازم تلاقي حد تتكلمي معاه تفضفضي له تحكي له، لكن طول ما انت حاطه نفسك لوحدك هتلاقي الدنيا سودة ما فيهاش اي حاجه حلوه. صدقيني لازم تتكلمي مع حد. مالك يا حبيبي؟ سرحان في ايه؟ ولا حاجة. فكر في اللي بيحصل حواليا. كل حاجة بعملها لازم تبقى محسوبة. هو عندك حق. بس في حاجات كده يا سامح بتيجي بالصدفة وما بتبقاش محسوبة بس بتبقى حلوة أوي. عايز تقولي ايه؟ مش عايزة أقول حاجة بس أنا حامل. تظريش والله وحياه امي. والله يا سامح دلوقتي استني اشوف الباب واجي لك على طول. بسرعه يا سامح ما تتحركيش من هنا. مش هتحرك. مبروك على البيبي. وانا متراقب ولا ايه؟ طبعا. قلقان ولا خايف؟ عايزه ايه يا مريم؟ مريم؟ بدون اي القاب؟ موضوع خيال الضل انتوا اللي وراه؟ لا طبعا. ايه اللي خلاكي تفكري كده؟ أصل تلقيح النسوان ده ميطلعش غير منكم. لا مش من عندنا. بلغ فريد حسان إن موضوع خيل الضل لو طلع منه هقلب البلد كلها فوق دماغه. إحنا عندنا له أول موضوع تسريب صورة هاشم. نعدي واحدة اتنين لأ. أوعى تفتكر إن إحنا مش هنعرف مين اللي ورا الموضوع ولا إيه؟ الرجاله بتاعته طلعت خيخه اعترفوا من غيره ما ياخدوا ولا قلم. ما تنساش تبلغ تحياتي للحاجه هي مش راجعه بكره ان شاء الله. قول لولي نعمتك ان اللي هي هتعدي بيه بكره مش هتعدي بيه تاني ابدا. لحد دلوقتي احنا عاملين حساب انها امي. بعد كده مش هعمل حساب لحد. ايه رايك بقى؟
شكلي حلو؟ هعجب الرياسة يعني؟ وانت عايزة تعجبي الرياسة ليه يا جيجي؟ لا أنا ما أقصدش، أنا أقصد يعني شكلي هيليق على المكان ولا لأ؟ ما تقلقيش، أنت بس خلي بالك من شغلك وهم أكيد هيعجبوا بيكي. وعايزاكي كمان تنفذي كل اللي أنا طلبته منك بالحرف الواحد عشان كمان أنبسط منك ولا إيه؟ حاضر. أخبار كمال إيه؟ لازق للريس زي ضله بالظبط، لو دخل الحمام ناقص يدخل معاه. ده حلاب قوي. واللقاء اللي هاشم عمرو مع الإعلاميين، رغي وأرعم وجمالات. والبيت المذيع اللي اسمها نرمين دي بقى ملكة الرغي، حقوق إنسان وحقوق بتنجان واللي انت عايزاه. هو الريس قاعد معاها لوحده؟ وتاني يوم الصبح كلمته في التليفون. أنا فاكرة البت دي كانت متجوزة زمان وزير. عرفي على مراته. كانت فضيحة كبيرة قوي مش كده؟ بس انتي عارفة الشعب ده بينسى كل حاجة بسرعة. ما هي دي بقى شغلانتنا، اللي ينسى نفكره. شوفي الواد الصحفي بتاعك خليه يدعبس وراها، أنا متأكدة إن هو هيلاقي لها مصيبة. بص اهم حاجه نشعللها، لو الطف التاني نشعللها لازم تفضل مولعه كده زي حاجه رسيسه. طب هنشعللها ازاي؟ بس مالكش دعوه، دي شغلتنا بقى. هنتقابل النهارده ولا البوم مراتك حبسك ولا ايه؟ هنتقابل طبعا، حتى لو انا اتحبست عندي حاجات ما ينفعش تتحبس، ليها جناحات وبتطير. سيادتك ربيع موجود في الدور الثاني او الثالث. لازم تكون متاكد قبل ما تتحرك يا شريف. اتاكدنا يا فندم، خصوصا بعد ما رصدنا بناته معاه هناك. المنطقه كلها هتتطور، رجالتنا هيكونوا موجودين من غير ما حد يحس بيهم. هدفنا الاساسي يا فندم تامين المنطقه قبل اي تحرك. انا مش عايز ضحايا، انا عايزه حي، دي اهم حاجه. تمام يا فندم، مش عايز سيادتك تقلق. لا انا مش قلقان، ربنا معاك. تمام سيادتك. ايوه كفايه 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 رياض، كفايه. ما تدينيش اوامر. ها مين هنا الرئيس؟ معلش يا رئيس، استحملنا كمان شوية. أنا بس خايف من أي مفاجأة تعمل لنا انتكاسة لا قدر الله. والله لو ما بطلت، لما بطلت اللي هتاخلك. اوعي 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 كمان يا مريم. يا هاشم في إيه؟ أنا مش عيل صغير، لما أقول هعمل حاجة يبقى أعملها. اتفضل يا ريس. اتفضل. اتفضل يا ريس. بعد البتاعة دي أنا لسه ما تشلش. بعد الشر عليك يا هاشم. مش قصدي عايز خالص، المجموعة بس اللي هنقابلهم دلوقتي دول الحكومة، ناس مننا وعلينا يعني. حضرتك ممكن تقابلهم على الكرسي عادي. حبيبي ما أنت تسمع الكلام، هو عند المجرد اللي عندي يا هاشم ولا إيه؟ ما أنت عارف إن الحركة غلط عليك. طيب خلاص بلاش نعصبهم، اتفضل. تعال تعال براحة براحة. أصلاً مش قادر تتكلم. الحمد لله على السلامة، ألف حمد لله على السلامة يا ريس. أهلاً أهلاً يا ريس، الحمد لله على سلامتك. والله كنا نفسنا نشوفك، بس رياض بقى البركة فيه كان منعنا، والله كان نفسنا نطمن عليك. تطمنوا عليا ولا تطمنوا على مكانكم؟ ازاي بتقول كده يا سياده الرئيس؟ اصل انا في الايام اللي فاتت دي مش بس شفت الموت، انا شفت حاجات تانية كتير قوي. احلام يا ريس، احلام، تهيؤات. هو تنبؤات، مين عارف، يمكن
حصلني غلط. بعد اذنك يا هنا، بعد اذنك. تفضل يا ريس. شكرا يا كمال. راح اسيب لك. كلنا النهارده اجازه وتيجي انت؟ يعني هروح فين؟ ما عادش في مكان اروحه. البيت ده مجرد حيطان، حيطان وبس. بكره ان شاء الله يبقى عندك القصر بحاله. هتديني سجاره؟ انت ما بتشربش سجاير يا ستي؟ السيجار بتاعي خلص. هتديني سجاره؟ عارف اكتر حاجه كانت بتجوزني ايه؟ ايه؟ ما حدش فيهم عايز يدخن قدامك، مع انك طول النهار ماسك السيجار في ايدك قصادهم. تناقض يعني. الحياه مليانه بتناقض. يعني في حاجات كتير قوي بنعملها غلط وبعدين بنتعود عليها وبتبقى جزء من حياتنا. في الاول انا مسكت في السيجار حياء، وبعدين هو اللي مسك فيا. خايف؟ أنا بقى قلبي عمال يعمل بوم 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 من كتر الخوف، بس رغم كده واثقة. قولي لي أنت إيه اللي جابك النهاردة؟ جيت عشان أودع المكان. مالك حزينة كده ليه؟ أنا في الأول فكرت إني عايزة أبقى جنب هاشم الرئيس لحد ما يبقى رئيس فعلا. دلوقتي خلاص انت على عتبة القصر. لما كنتش عاملة حسابه بقى هعمل ايه بعد كده؟ تيجي معي القصر سكرتيرة؟ لا 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 لا، انا مقامي اعلى من كده بكتير. مستشارة. تاخدي معاك مستشارة. طب ما يمكن اكون بفكر في حاجة اكبر من كده. انا عايز اكمل مراتي، مش عاوز اخش القصر واحس ان هو مجرد اربع حيطان زيه زي البيت. الحمل اللي هشيله انا عارف ان هو هيبقى حمل تقيل قوي، محتاج حد يشيله معايا، والحد ده هو انت. انت اللي تقدري تشيليه معايا. انا عاوزك جنبي، عاوزك معايا. قلت ايه؟ مريم رد عليا. موافقة؟ على جثتي انك تتجوزي ابويا. بلاش تفول على نفسك، وبعدين انت بتزعق ليه؟ بالراحه، احسن بعدين يطق لك عرق. نفسي اشوف بقى السيد الوالد لما يعرف ان انت متجوز عرفي. لو ايه؟ انا لسه نجداه من مصيبتين، امك واختك. انت كمان هتيجي تكمل عليه؟ انت ايه يعني فاكره انك هتتيني كده؟ انا هنكر عادي جدا، وجانا هتنكر. انكروا زي ما انتوا عايزين. انا بقى معايا الورقه. معاها الورقة؟ الله يخرب بيتك، تديها الورقة ليه؟ أنا اديتها الورقة عشان كان لازم أشيل ورقة مع حد أثق فيه. مريم، بس أنتِ مش هتفضحيني. مريم مش هتفضحيني يا مريم، مش كده؟ أنا ما أعملش كده يا جيهان، بس عقلي بقى جوزك. خليه يهدى شوية. أعمل له مساج. اهدى بقى يا رومي، اهدى عشان خاطري. بقول لك إيه؟ أحلى مالنا ليه؟ جوزي جوزي. جوزي إيه ده أبويا؟ أنتِ مقرفة. أنا مقرفة، رامي
يا رامي. الحمد لله انك رجعت لنا بالسلامه يا فندم. متشكر يا عمر. اكيد هيبقى بينا كلام كتير. عمر يا فندم عمل شغل هايل الفتره اللي فاتت وما سابش القصر لحظه واحده. شكر مرة تانية يا عمر. اتفضل انت. بعد اذنك يا فندم. انا متشكر يا ست اللواء. انا متاكد ان كان ليك دور كبير في استقرار البلد بعد كل اللي حصل. شكرا يا رئيس. يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل، انتوا كنتوا مشايليني كل ده؟ انتوا بتضحكوا على ايه؟ انتوا كان ممكن تودوني في 60 داهيه. انا يعني كنت هكلفك بمهمه زي دي غير وانا مطمن 100% انك هتعدي من قاعه كبار الزوار وبيتعاملي بالطريقه اللي تليق بيكي يا ست الكل. اه طبعا، ما انا ام مرات الريس. براحك، بتخلينا نطلع منها بأي مصلحة.